صباح وزير الحر شيء قصدي شو ولكن شنو جوا هذا فتره ان شاء الله نشوف السوق هذا في الحر. طيب في 65 ها 65 ريال بس خرا حي. واش الاخوان الاخوات، المهم نتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا. المهم اليوم غادي ان شاء الله عند خالي نمشي نجيب العيد ان شاء الله. المهم خليكم معنا من الاول حتى الاخر ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على بياس ديال بيكالاج اولا بيكالاج اولا بياس ديال الماطر، راه نخليكم النمره ديال اهواك محمد، اتصلوا به السيد راه عنده جميع بياس ديال بيكالاج وديال جميع بياس ديال الماطر. المهم خليكم معنا حتى الاخر اخوان، اليوم يكون شي فلوق ان شاء الله زوين. دابا راه شاد الطريق، دابا راه 7 ونص، دابا غادي نشلخر ان شاء الله. غادي ننزل دابا نشد الطاكسي ولا نشد الكار. الفيديو هنا كنت كنشيل الطاكسيات اللي غادي للغرب. داز الطاكسي الاول كان غادي على البقنا عدل، وداز الطاكسي الثاني اللي كان غادي للقنيطره، ومشيت فيه عشان القنيطره، ومن ثم بعد نكمل الطريق في طاكسي اخر اللي غنمشي ان شاء الله عشان الغرب. والطاكسي اللي كما كتشوف هذا كان غادي يحضر واحد البقنا عدل مشيتش فيه. المهم انا لقيت دابا الطاكسي عشان القنيطره، بعد ما القنيطرة ان شاء الله غنشد غادي نشد سوق الاربع ان شاء الله. السلام عليكم. دابا 8:17 دقيقة. المهم دابا وصلنا إلى القنيطرة، دابا مازال شاد الطريق إن شاء الله، غنمشي حتى الغرب إن شاء الله. وخليكم معنا راه غنصور لكم إن شاء الله، نوصل غنصور داك الحولي اللي كاين إن شاء الله والخرفة اللي كاينة تما، وغنشارك معكم الأثمنة اللي كاين تما إن شاء الله في الغرب. ما يكون على خير إن شاء الله. يلا وصلنا القنيطرة على الأجواء، دابا 8 العشية، صباح السلام. بالنسبة للطاكسيات ديال وزان ديال سوق الاربعة راه موجود الطاكسيات كاينين هنايا في لاكار ديال قنيطرة. المهم غادي نشري شي طاكسيات كاينين، غادي نمشي ان شاء الله غادي نمشي سوق الاربعة. سوق الاربعة خيوك اهو اربعة اربعة دبل سا نص دبل وعلى 10 دليل. دابا نسقت سوق الاربع باص طاكسياج زعما قال كنسين الطاكسي. دابا شوف على الله طاكسي دابا. الحمد لله لقينا الطاكسي اللي في الليل. شوف عبد الله، عبد الله ان شاء الله.
ما شاء الله، شوف تبارك الله ما شاء الله. هذا الخروف ديالك ولا ديالنا؟ ديالي. تحيد به؟ شتيه ولا ماشي؟ راه كبير تبارك الله. شوف الاخر شتيه؟ تبارك الله. حواله ملاح؟ راه ماشي ملاح، هذا راه تهبط من الصغر ملاح تبارك الله. اه؟ هذا اللي كان تشري نعيمة، واحد من هذا. هي ما شافتوش مباشرة، شافتو على التليفون، لا هي شافتو ما شافتوش مباشرة. شتي الحوالة كي داير؟ لا تصور ما تصور ما تصور ما تصور ما تصور. لا هادي هادي وسع واحد اللقطة صور هادي هادي. هادي. أنا ما مواد عاد عاد تايور تايور عاد تصور. صح. شوف الصباح من الورد دابا راه الليل ما يبان والو. شوف شيكون والو. شوف هذاك صورك فهم ديال بصح. راه سردي هذا. تبارك الله. والنقا والنقا. والنقا شتي ولا ما شتي؟ لا. شتي كي داير؟ شوف. بصح أنا. أحسن منه هذا. لا لا ناض يا شوف القرنق ديالو قد ايش شوف تقدر تشدو ولا ما تقدرش تشدو تبارك الله لاي كنا فقنا مع الصباح بكري باش نوض نصلي الفجر مع ديك الخمسه ما طلقيت خالي حتى هو صلى الفجر عاد خالي مشى سخن لي الماء باش نتوضى باش نتسنى نصلي الفجر باش غادي نمشيو للسوق اثنين ان شاء الله ودابا نلوح لكم الفيديو اللي صورناه في السوق ديال الاثنين اش كان هاد الليله ليله الاثنين شير طوالي طاش ممكن شعب دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم احنا اليوم هذا صباح الخير المهم غنمشيو للسوق اثنين ان شاء الله السوق اثنين المهم مرش خالي مسكينه ينعس في الصباح وزاد الحرشه شيء الزيتون ولكن تنجيو هذا الفتره ان شاء الله نشوف السوق دابا في الحال ها يوسف ها مصطفى ها يوسف خالي بخير يلا سنت خاش احسن حتى ما غادي نروح الكروسه هذا
في 65 ها 65 ريال بس خرا حي وهذيك ها دي خروفه هذا من هنا شو هذا ها شو يقول نبيع المال ما شاء الله مش هذا مبروك العمو قول ما عندك 29 ما عجبتش ترد عليا هذا شاد دابا واش عجبك 80 والله ما سمح لكم.